ماشيين كده ولا كده؟ مش ماشي لا كده ولا كده. Alright, that's it. Take it easy, Ahoy's. اهلا اهلا باشا، اتفضل قيام. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا استاذ. جلوس. اعرفكم بزميلكم الجديد رمزي باشا، لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه اخوكم. اخوكم ده ايه؟ اعتبروه الناظر. الا مؤاخذه، انت احسن من اي ناظر. ولا قوم اقعد ورا، اتفضل اقعد في اول تختي. لا 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 لا، هو سي ان ذا باك. ايه ده؟ ان ذا باك. انت وشوقك ان شاء الله تقعد في مكتب الناظر. اتفضل. حاجه كده على مقوس بالهنا والشفه. ثانك يو. تامرش بحاجه تانية؟ كاتشب. ليه؟ هو احنا وصلنا معاك في حاجه؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay? ده واجب علينا برضه. انت فصلتني. انا افصلك؟ ده انت ابن الوزير، ده انت اللي هتفصلني. You take drugs as well. انجليزي ابن وزير بقى. في حاجه؟ I see you looking at my food. يعني في حاجة. هذا التمنوارنا يا محمد. لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيلها هاني يوم بالغباوه اللي فيك دهيا. اجري على السفطه والعجلاتي، قول الاستاذ رمضان بيقول لك عايزها تيوتي قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بيها موتوسيكل. يلا موتوسيكل ليه؟ فرومك انت واللي خلفيتك. غور غور، انا ناقصك. نبي يا رب تعترني في الوادي اللي قلبني في التير على زرع بصل ده. يا رب نادرين علي يا رب، لا كنت دابح ارنب مفرقع على البلد كله، بس عطرني فيه. ارقص يا اخويا ارقص. من الواد ده يا عوضيه؟ يا مهندس بالك كتير جاي من مصر يا استاذ رمضان. اما اسالك تبقى ترد مش من راحه. ايوه يا اخويا ارقص. ايوه الدلع عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات، ثاني هخليك الفت. انزل واطلع، انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلقه يا ولد؟ الايبود. الايبود ده والايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا، بص بقى اني هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحدة ونص. اسمع كده. ايه رأيك؟ فتحي باشا يا اساتذه، مدير مكتب معالي الوزير جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا، واحنا كلنا خدامينه. في العاب معينة يحب يلعبها رمزي باشا. رمزي باشا بيلعب سكواش، عندكم لاعب سكواش؟ ينوجد الكسو. نجيبه. هو احنا مش كان عندنا كسواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي. يا فندم احنا نعياله. ايوه معالي الوزير، انا في المدرسة. مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايتها حاجه، تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط. وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع الابوار يبعت يوميا دسته جاتوه لرمزي باشا عشان نفسه تتفتح على المذاكره. ايه ده؟ زلزال. ايه
يا هلا بتجروا ليه كده؟ استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد. انهي واد؟ يا نهار اسود استاذ رمضان، استاذ رمضان. الله يخرب بيتك يا استاذ رمضان، ده هيقفل لنا المدرسه. انت بتضحك عليه يا نهار، مش باين عليا وعلى سنيني. اوعى انت يا رمضان، اوعى بس يا ولد انك نوم. انا وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الاوائل. اعربي يا ألفت، اعربي يا ألفت اللي بتمشي على الترعه بالعربيه وتخبطي في الناس. اعربي يا ولد. لا ده الجزم. كمل. يستطيع فيرب مضارب مجرور. يستطيع ايه يا اخويا؟ فيرب. فيرب الفعل بقى فيرب يا اولاد. بس يا ولد بس الفعل بقى فيرب. الولد ماشي بيتضرب، اكسروا الباب. ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ عظيم بيمين ابدا، اللي هيكلم كلمه لا يتعلم مكانه. انت يا جزمه يا ابن الجزم. يا خدي ايه اللي بتبينه ده يا رمضان؟ فك الواله، ابوس ايدك فك الواله. لا يا اخويا مش هفك الواله، الواله ده هيتمد على رجليه، ده قلبني في الدرع. انت مش عارف الواله ده ابن مين؟ هيكون ابن مين يعني؟ ابن وزير التربيه والتعليم. ايوه ابن وزير التربيه والتعليم. يا اخويا انت مسكت في الكلمه قوي، خليه ابن وزير الراي. لا لان في الحقيقه ده ابن وزير التربيه والتعليم. الكلام ده صح يا حضره الوكيل؟ مالها بردت كده ليه؟ ولا اني باين اني جعان؟ كان مستخبي لنا فين ده كله يا ربي؟ هيرفدوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفد وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي، اني ماليش في الدنيا غيره. امن عليك يا رمضان، اول ما توصل مصر تروح السيدة نفيسة تقرا لها الفتح وتطلب من ربنا يخرجك من الشدة اللي انت فيه. مدد يا ستني. وامن عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازة ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. وامن عليك يا رمضان، تجيب لي حتة قماشة 6 متر من بيتي اعملهم جلابية. امي عايزة قماشة من بيتي. دي مهزلة، المدرسة دي لازم تتقفل. استر يا رب. كلكم لازم تتحاكموا. ما عليه باين عليه مزاجه وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. 6 حالات جواز عرفي عندك في المدرسه، الاطفال عمرهم ما عداش 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي، يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معالي الوزير. محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه. رمضان مبروك ابو العالمين حمودة، خليه يدخل. يا اعدل الناس، يا اعدل الناس الا في مخاصمتي فيك الخصام، وانت الخصم والحكم. انت الخصم والحكم. نعم. اوعى شوية اخلص سمعت. يا معالي الباشا، أنا جاي النهاردة عشان أبص الأيادي، ولو في حاجة تاني غير الأيادي مستعدة أبص. إلهي ما أوعى أروح. إلهي هتشلي وأقع قدام سعادتك مسلول على المكتب دوت. إلهي يدهسني قطر ويفرق كل حتة فيا في حتة. إلهي يدب فيا داق النتاني والناس ما تطيق ريحتي. إني ما كنت أعرف إني معاليه يبقى ابني معاليك. أنت اللي ضربت ابني. لا مش أنا. مش أنا، هي دي. هي دي إلهي تنشلي. كنت تنشلي قبل ما تتمدي على بعلي. ومين بقى اللي قالك ان انا زعلان منك؟ بالعكس، ده انا سعيد وفخور بيك جدا. وبالمناسبة ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مرة من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بي؟ يعني معليك مش زعلان مني انني ضربت معليه؟ بالعكس، انت هتاخد مكافأة يا استاذ رمضان. مكافأة؟ يو داريو. الاستاذ رمزي ابن سعادتك. استاذ رمضان اتفضل. اتفضل. اهلا يا اخويا. اهلا يا شملول.
وهكون فاكر ان ابوك اللي واقف دي هيحوشك عني. لا يا اخوي تعال اقف قدامي هنا. تعال يا فندم تعال هنا. اوكي دونت تاتش دونت تاتش دونت تاتش. ما وقفتش قدام الياد زي ما قلت لك. ام فاين ام فاين. طب اسمع يا اخوي انا دلوقتي هقول لك جمله تعربها قدام معالي الوزير ويمين ثلاثه ان ما اعربت صح لكون مدك في مكتب معالي الوزير. ها اعرب يا اخوي. انا وان كنت الاخير زمانه لا ات بما لم يستطعه الاوائل. اعرب. لم اتت جزم. ايوه يستطيع فيرب مضارع. فيرب فيرب تاني. خلاص فيرب تاني. خلاص خلاص يا معالي الوزير بيقول ساعتك فيرب. معلش فيرب يعني انا مدرسه لغه عربيه ولا لغه انجليزيه؟ خلاص يا استاذ فيرب يا ولا بتحرجني قدام معالي الوزير عشان خاطري. عشان ماشي. بسم الله ما شاء الله. دي معجزه يا معالي الوزير. انا مش قادر اصدق لا وداني ولا عينيا. سعاده الوزير انا محتاج الاستاذ رمضان عندي في المدرسه. هو ده اللي هيعدل الميله وبالمرتب اللي هو عايزه. ها ايه رايك يا استاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي. بس انتوا فاجئتوني. انا كنت عامل حسابي ان انا جاي اتحبس. الموضوع جه فجاه. فسيبونا يعني نستخير الست الوالده وناخد يومين ثلاثه نفكر ولا في الخ...